صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مدرس وقبلت هدية من طالب كنت أدرسه في العام الماضي ولا أدرسه في العام الحالي، فهل يجوز لي قبول الهدية؟ لا، تردها عليه، ترد عليها هديته، لأنك يوم تأخذها وأنت مدرس له لا يجوز لك ذاك الوقت أن تأخذها، أنت أخذتها وهي لا تجوز لك. نعم.